Merhaba sevgili seyirciler, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu video Şiit'in çok güzel bir kaplıcası vardı, Bernardo kaplıcası dediğimiz. Oradan görüntüleri paylaşacağım sizinle. Şahane bir su, kuş ötüşleri, harika bir ambiyans var. Büyük bir keyifle seyredeceğinizi düşünüyorum. Merhaba Filiz Ödiye. اليوم انا وانت بنروح مع بعضنا ان شاء الله القرنافي دندوره اليوم صبح ما في اما دندوره ونسمع قص العصافير ونتش قرنافي ونجي المي اللي يطلع من تحت الطرف سبحان الله ينبع هيك مي سيخي حقيقه مي عجب يعني مي القرنافي نتفرج عليه و اشتقناها من قرنافي كلتنا هم نتفرج على قرنافي الحص الحصرة تروح من جواتنا وبنتعجب على المية يعني حقيقة تحكم الله الله عشان تروح المية من تحت الطرف المية كانت مشوشة كانت جامية لكن المية نظيفة يعني حقيقة كان شيء عجيب بدي تفرجوا على الفيديو وتعاولوا ان شاء الله مع السلامة
Thank you.
قال أمي سبحان الله شنو نحن تحت قرص كن نحن سيف سبحان الله يا جاي ومي كما جامي مي نظيف يعني كتا كان في خارقة